السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. ننتقل إلى الجزء الثاني من درس تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة من مقرر 152 لطلبة الصف الأول ثانوي. أهدافنا لدرس اليوم: أول هدف أن نحل مسائل حياتية باستعمال المتباينة الخطية. هدفنا الثاني أن نمثل متباينة القيمة المطلقة بيانياً. هدفنا الأول أن نحل مسائل حياتية باستعمال المتباينة الخطية. في المثال يقول عندي مع صالح 12 دينار يستطيع إنفاقها في مدينة الألعاب. إذا كان ثمن تذكرة الألعاب الإلكترونية ديناران وثمن تذكرة كل لعبة عادية 3 دينار، فاكتب متباينة تصف هذا الموقف ثم مثلها بيانيا. في البداية نفرض عدد تذاكر الألعاب الإلكترونية اللي بياخذها، فبنقول عنه X. عدد تذاكر الألعاب العادية بنفرضها بY، فبنقول عدد تذاكر الألعاب الإلكترونية X عدد تذاكر الألعاب العادية Y. بما أن سعر تذكرة الألعاب الإلكترونية ديناران، فأنا لما أشتري تذكرة واحدة إذا راح أدفع دينارين، لما أشتري تذكرتين راح أدفع 4 دينار. شلون بيصير هالشيء؟ لازم أقول 2X. زين، بنفس الطريقة لما أتكلم عن عدد تذاكر الألعاب العادية، لما أشتري تذكرة لعبة واحدة إذا 3 دينار، لما أشتري تذكرتين إذا 6 دينار، معناه 3Y. فمتباينتي راح تكون 2X زائد 3Y أصغر من أو تساوي 12. ليش أنا كتبت أصغر من أو تساوي 12؟ لأن أنا عندي 12 دينار، أو مع صالح 12 دينار. إذا أنا ممكن أصرف 12، ممكن أصرف أقل من 12 دينار. نفس الطريقة اللي تعلمناها في الدروس السابقة، نكتب معادلة حد المتباينة 2X زائد 3Y تساوي 12. رح ناخذ الجدول، مرة نعوض بX بصفر ومرة نعوض بY بصفر. إني نقول عندما X تساوي صفر، ونعوض في المعادلة 2 في 0 زائد 3Y تساوي 12. 2 في 0 0، 0 زائد 3Y 3Y. إذا معادلتي بتصير 3Y تساوي 12. راح أقسم الطرفين على 3، فالY تساوي 4. راح أكتبها في المعادلة في الجدول. شيء ثاني، عندما Y تساوي 4، نعوض في الجدول بالY تساوي 4، إذا نقطتي بتصير 0 و4. بعدين عندما هذه النقطة المستوى الإحداثي، راح أحط نقطة عند 0 و4. أوكي، بعدها طيب أقول عندما Y تساوي 0، وبعوض نفس الشيء في معادلة حد المتباينة، في 2X زائد 3 في 0 تساوي 12. 3 في 0 0، 2X زائد 0 2X. إذا 2X يساوي 12، لأن عندي الاثنين قدام الإكس لازم أتخلص منها، فبقسم الطرفين على 2، إذا الإكس تساوي 6. راح أكتبها في الجدول، راح تكون عندي النقطة الثانية 6 و0، راح أكتبها أو أرسمها في المستوى الإحداثي. إنزين، الحين إحنا لازم نعرف أن هذه مسألة لفظية، عدد التذاكر مستحيل يكون بالسالب. إذا لما برسم الخط المستقيم راح أخليه قطعة مستقيمة من 4 للـ6، ما أتجاوز لأن بنتقل إلى القيم السالبة، فإحنا حلنا فقط بيكون في الربع الأول. زين، بعدها لازم، لأن عندي متباينة، لازم أظلل منطقة الحل، فنتحقق من منطقة الحل باختيار نقطة،
ولسهولة الحل نختار 00. إذا نتحقق من منطقة الحل بالتعويض بالنقطة 00 في المتباينة 2x زائد 3y أصغر من أو تساوي 12. إنزين 2 في 0 زائد 3 في 0 هل هي أصغر من أو تساوي 12؟ 2 في 0 0، 0 زائد 3 في 0 بعد 0 معناته 0 زائد 0. هل الصفر أصغر من أو تساوي 12؟ نعم. إذا نظل المنطقة الحل التي تحتوي على النقطة 0 و0. نرد نكرر، لازم نحط بالنا أن لما نظل منطقة الحل فقط نظل في الربع الأول. شوفوا معاي صار شكلي كأنه مثلث. ننتقل للسؤال الثاني. سؤالنا يقول يؤدي حسين عملين ليحقق دخلا أسبوعيا لا يقل عن 100 دينار. إذا كان الأجر الذي يتقاضاه عن كل أسبوع موضحا في الجدول المجاور فاكتب متباينة تصف هذا الموقف ثم مثلها بيانيا. في البداية بما أن عندي مسألة لفظية نفرض، إذا نفرض عدد ساعات العمل كبائع بإكس وعدد ساعات العمل كسائق بواي. نكتب المتباينة 2x زائد 1.5y. الحين أنا لازم أحدد هل هي أصغر أكبر، أصغر من أو تساوي، أكبر من أو تساوي. بما أن السؤال ذكر لا يقل، إذا أكبر من أو تساوي 100. راح أحول المتباينة إلى معادلة، معادلة حد المتباينة، فبنقول 2x زائد 1.5y تساوي 100. مثل ما تعودنا بنسوي جدول، مرة الإكس بصفر ومرة الواي بصفر. بنقول عندما إكس تساوي صفر، نعوض في المعادلة 2 في 0 زائد 1.5y تساوي 100. 2 في 0 صفر، صفر زائد 1.5y، 1.5y تساوي 100. راح أقسم الطرفين على 1.5 عشان أتخلص من المعامل الواي، فبصير عندي الواي تساوي 66.7. راح أكتبها في الجدول. إذا نقطتي الأولى 0 و66.7، راح أكتبها أو راح أمثلها بيانيا، فبختار نقطة قريبة بحيث أنها هي تكون أقرب إلى 70. أوكي، خطوة الثانية، عندما y تساوي صفر راح أقول 2x زائد 1.5y تساوي 100. 1.5 في 0 صفر، إذا 2x تساوي 100. راح أقسم الطرفين على 2، الإكس بتساوي كم؟ 50. راح أكتبها في الجدول، راح أقول إن النقطة صارت عندي 50 و0. راح أمثلها في المستوى الإحداثي، فحطينا النقطة. نتذكر إن قبل شوي قلنا إن في المسائل اللفظية لازم القيم تكون بالموجب، ما يصير عندي عدد ساعات بالسالب، إذا حلي راح يكون في الربع الأول. راح أرسم قطعة مستقيمة تصل بين النقطتين بالمسطرة. بما أن عندي متباينة لازم أظلل منطقة الحل، إذا راح أتحقق من منطقة الحل بالتعويض بالنقطة 0 و0 في المتباينة 2x زائد 1.5 أكبر من أو تساوي 100. 2 في 0 0 زائد 1.5 في 0 هل هي أكبر من أو تساوي 100؟ الصفر أكبر من أو تساوي 100؟ هل هاي الشيء صح؟ لا. إذا نظلل المنطقة التي لا تحتوي على النقطة، شوفوا معاي التضليل شنو صار؟ زين. ننتقل للهدف الثاني، أن نمثل متباينة القيمة المطلقة بيانيا، وسؤالنا يقول مثل بيانيا المتباينة y ناقص 2 أصغر من أو تساوي مطلق x. نحول المتباينة إلى معادلة،
فبتصير واي ناقص 2 تساوي مطلق اكس. لازم نخلي الواي في طرف بروحه، فراح انقل سالب 2 للطرف الثاني، فبصير عندي الواي تساوي مطلق اكس زائد 2. زين، شنو بنسوي في المطلق؟ في المطلق لازم ناخذ ما بداخل المطلق ونساويه بالصفر، فعندي داخل المطلق بس اكس، فبقول الاكس تساوي صفر. راح اخذ جدول فيه 5 خانات وراح احط الصفر في الوسط. راح اخذ قيمتين، اوكي، راح اخذ قيمتين اكبر وقيمتين اصغر، فبناخذ 1 و2 وسالب 1 و2. راح نعوض عن كل نقطة من النقاط الخمس في البداية عندما x تساوي صفر. نعوض في المعادلة، y تساوي مطلق الصفر زائد 2 فتساوي 0 زائد 2 فتساوي 2. بعدها حطيناه في الجدول، ناخذ ورسمناها، طلعت عندنا الواي ب2، راح نكتبها في الجدول، نمثلها بيانيا. ننتقل للنقطة الثانية عندما x تساوي سالب 1، نعوض y تساوي مطلق سالب 1 زائد 2، بيصير عندنا الجواب y تساوي 1، لأن سالب 1 تطلع من المطلق ب1، 1 زائد 2. 1 زائد 2 يعطيني 3، راح أكتبها بالجدول، أمثل النقطة. أنتقل للنقطة اللي بعدها عندما x تساوي سالب 2، y تساوي مطلق سالب 2 زائد 2، y تساوي 2 زائد 2 تساوي 4. نكتبها في الجدول، نمثلها بيانيا. ننتقل للنقطة اللي بعدها عندما x تساوي 1، y تساوي مطلق ال1 زائد 2، y تساوي 1 زائد 2 تساوي 3. نكتبها في الجدول، نمثلها بيانيا. ثم ننتقل للنقطة اللي بعدها عندما x تساوي 2، y تساوي مطلق 2 زائد 2 فتساوي 2 زائد 2 تساوي 4. نكتبها في الجدول، نمثلها بيانيا. نرسم الحين، بما أن هي متباينة لازم نظلل منطقة الحل، فراح نتحقق من منطقة الحل بالتعويض بالنقطة 0 و0 في المتباينة y ناقص 2 أصغر من أو تساوي 6. هل 0 ناقص 2 أصغر من أو تساوي مطلق الصفر؟ 0 ناقص 2 بسالب 2. هل سالب 2 أصغر من أو تساوي 0؟ نعم، إذا نظلل المنطقة التي تحتوي على 0 و0 فظللناها. ننتقل لسؤالنا الثاني، مثل بيانيا المتباينة. نحول المتباينة إلى معادلة، فواي زائد 4 تساوي مطلق إكس ناقص 2. نضع الواي في طرف الوحدها، فبصير عندنا واي تساوي مطلق إكس ناقص 2 ناقص 4. نساوي ما بداخل المطلق بالصفر، لأن عندنا مطلق، اللي داخل المطلق هو إكس ناقص 2، فإكس ناقص 2 تساوي 0. راح أنقل 2 للطرف الثاني، فبصير الإكس تساوي 2. مثل ما تعودنا ناخذ 2 ونحطها في منتصف الجدول، ناخذ قيمتين أكبر وقيمتين أصغر. نبدأ بالتعويض، عندما x تساوي 2 نعوض في المعادلة، إذن y تساوي مطلق 2 ناقص 2 ناقص 4 فتساوي 2 ناقص 2 تساوي 0، مطلق الصفر بصفر، فالواي تساوي 0 ناقص 4 تساوي سالب 4. نضعها في الجدول، نمثلها بيانيا، ثم ننتقل للنقطة التالية
عندما x تساوي 1 y تساوي مطلق 1 ناقص 2 ناقص 4. 1 ناقص 2 بسالب الواحد، مطلق سالب الواحد بواحد، فالواي تساوي بالواحد ناقص الأربعة فتساوي سالب الثلاثة، نضعها في الجدول ثم نمثلها بيانيا. ننتقل للنقطة اللي بعدها، عندما x تساوي 1، إذن y تساوي مطلق 1 ناقص 2 ناقص الأربعة. 1 ناقص 2 بسالب الواحد، مطلق سالب الواحد بواحد، إذن y تساوي 1 ناقص 4 تساوي سالب الثلاثة. نضعها في الجدول ثم نمثلها بيانيا، ثم ننتقل للنقطة التالية، عندما x تساوي 0 y تساوي مطلق 0 ناقص 2 ناقص الأربعة. 0 ناقص 2 بسالب 2، مطلق سالب 2 ب 2 ناقص الأربعة يساوي سالب 2، نضعها في الجدول ثم نمثلها بيانيا. ننتقل للنقطة اللي بعدها، فعندما x تساوي 3 y تساوي مطلق 3 ناقص 2 ناقص الأربعة. y تساوي 3 ناقص 2 بواحد، مطلق الواحد بواحد، y تساوي 1 ناقص الأربعة تساوي سالب الثلاثة. راح نكتبها في الجدول، نمثلها بيانيا، ثم ننتقل للنقطة التالية، عندما x تساوي 4 الy تساوي مطلق 4 ناقص 2 ناقص الأربعة. 4 ناقص 2 ب 2، مطلق 2 ب 2 ناقص الأربعة بيعطيني سالب 2، بنحطها في الجدول بنمثلها بيانيا. بما أن عندي صار عندي 5 نقاط في المستوى الإحداثي، راح أوصل بينهم بشكل حرف الـ V، لأن عندي مطلق راح أتحقق من منطقة الحل. نلاحظ أن صار عندنا في الجدول تماثل، بعد سالب الأربعة القيم في اليمين والقيم في اليسار متساوية، فهذه يعطيني صحة حلي اللي هو أن أنا عندي مطلق. رح أرسم ولازم يكون متصل أو متقطع، طبعا بيكون متقطع لأن لا توجد إشارة التساوي، فبرسم الخط اللي يمثل حرف الـ V لأن عندي قيمة مطلقة. لازم نتحقق من منطقة الحل، فنقول نتحقق من منطقة الحل بالتعويض بالنقطة 0 0 في المتباينة y زائد الأربعة أصغر من مطلق x ناقص 2. فبصير عندي السؤال يقول هل 0 زائد 4 أصغر من مطلق 0 ناقص 2؟ 0 زائد 4 بأربعة، مطلق 0 ناقص 2 أول شيء سالب 2، من تحت المطلق بيطلع ب 2. فهل الأربعة أصغر من 2؟ لا. إذن نظلل المنطقة التي لا تحتوي على النقطة 0 و0، فصار التضليل للأسفل. شكراً لحسن استماعكم، ونرجو لكم التوفيق والنجاح.